لأن بالأنس كان الوالد سيد يوسف الرفاعي يقول خليكم بالأنس الصوفي. سيدي احنا على قولة العراقيين نضرب الدنيا شلاق، احنا علينا بليلة القدر. وين القمر؟ أين القمر؟ أنت شايف حاجة يا أنوار يا كفراوي؟ أنت طويل لاعب سلة. يقول لك الصبح بتكون الشمس لا حرة ولا بردة. رحمكم الله، هاي شهادة. يعني الليلة قصد القاضي صالح سيد أحمد عبد الرفاعي الليلة القدر، يعني ولا اللي فاتت ولا اللي جايه مولانا؟ ان شاء الله الليله. الله، انت شنو؟ انت رجال حساس. هذا مذهب الشافعيه. الله، انا ولا غيري مذهب. انت شنو احساسك؟ ممكن اذا الشمس بكره تطلع مش لا حاميه ولا برده وطلع بلجي بهودي. بلجي يعني بيضه؟ ايوه، هذا المصريين يقولون فلان راسه بيضه. أيوة. شنو يعني راسه بيضه؟ يعني ما فيش شعر. لا يقصدون حاجه ثانيه. يعني ما منوش فايدة؟ يعني ما هو ما فيش شعر يعني ما منوش فايدة. يعني لا يترقى منه حاجة. الله الوصي انت عندكم. مولانا. نعم. احسن دعاء ليلة القدر. زي ما قال الرجل. تحب العفو فاعفو عنا. حليم تحب العفو فاعفو. احنا نعفو عن الناس اول مو؟ مشكلة. بعدين هم الله يعفي عنا صح؟ ايوه صحيح. مو نحط ضغينة و... ايوه. وهذا مبتدع وهذا ما نصلي وراه. الله يبارك حياكم الله. خلوكم شقردية وانسوا أمة محمد كلكم ومدد.